لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفرض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين ثم أما بعد، فإن ثمة سنن قدرها الله عز وجل وفيها من العبر، وإن مثل أيامنا هذه جرى من ذلك شيء فنذكر فيه يوما ضحى فيه بنو جلدتنا وهم في أوج الاستضعاف، إذ كان المحتل يعثو في ديارنا فأبوا ورفضوا ومانعوا، فطغى عليهم عدوهم فقذفهم وقصفهم وأزهق أرواحهم وهم يعلمون قبل هذه ما هم ملاقون، جند بسلاح يسير وقوى الاحتلال الغاشم بقاذفات ومدافع، ثبتوا في مواطن الخوف والهلاك فستروا ما نعتقده في هذه الأمة وخيريتها. هذا سمعته عن أبي عن جدي، ومثل هذه لابد أن تحكى لأولادنا وأن يربوا على ذلك، أن ثمة محتل كان في هذه الدور بل بيننا وبينه بضعة أمتار، زهق الأرواح هنا وسفك الدماء هنا وثبتوا هنا. من كانوا يحمون الدور على استضعاف فيهم، هذا الهلاك وهذا العذاب وهذا التسليط وهذا الأمن الذي تحياه الدور والأمم والبلدان، لابد أن يعلم الناس أنه بيد الله وحده. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا شرط للأمن للفرد والمجتمع والأمة، أن يطيع الله عز وجل. فمن أراد أن يضحي ويبذل فليقم على مثل هذه التضحيات التي بذلها من كانوا من جلدتنا، ولا زالت هذه من سمات الشرف في مواطن الإرجاف من المنافقين وأذناب الغرب.
فإن القوم الذين يلمعون لم ولن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة، فقد سفكوا واستباحوا ولا زالوا حتى الساعة يكيدون بدور المسلمين. فمن أراد أن يجعل أمته وديره على وجه يفخر به فلا بد أن يكون سببا في ذلك، وألا يكون سببا في هلاكهم. فإن الهلاك لا يقع إلا بالذنوب، وما وجد سبب أعظم في زوال الأمم من مخالفة أمر الله. قال الله عز وجل: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. فهذه الآيات ليست قصصا قد طويت صفحته، لا، بل هذا بيان للسنن وأنها تسري في كل الأمم. قال الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. جرى قدر الله في الأمم بالهلاك متى؟ قال الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أصح الأقوال أمرنا متر فيها أي بالطاعة، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. والقراءة الثانية: أمرنا متر فيها، صاروا هم النخبة فيهم فأظهروا الفسوق وصار عاما ولا يدفعه أحد ولا ينكره أحد، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإن أعظم الفساد أن يأتي من داخل دور المسلمين ولا دافع لعذاب الله سبحانه وتعالى من أحد. فإذا غضب فلن يرد بأسه عن دورنا أحد من الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن الحرب من العباد على ربهم هو كفيل بزوالهم، حتى قال عبد الرحمن بن عبد الله كما نقل القرطبي الطبري رحمه الله، وهذا مروي عن غيره من السلف: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد آذنوا بهلاكهم. ونحن نعاني من أناس جهال زنادقة لا يعبؤون إلا بشهوتهم، لا يدرون أنهم يعرضوننا جميعا للهلاك، وهم ينشرون البغاء والفحش، ونحن قوم لا نحتمل شيئا من عقوبة الله ولا نقوى على حربه ولا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا شيئا من عقابه. ولا يزالوا يظهرون ذلك علانية ويجهرون به بين الناس، بل ويقوم الجحافل من ورائهم يبيحون لهم ذلك بدافع الحرية. وهذا والله أعظم أسباب زوال الأمن وحلول الهلاك.
قال الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا واجب علينا أن نستنكر هذا الفحش الذي يسري في الناس، فإن ثمة مناهج غريبة قد حولت عقائد المسلمين. هؤلاء أحرار يفعلوا ما شاءوا، كل حر كما يشاء كل يفعل، هذا ليس في دين الله، لأننا عبيد له. لا يوجد شيء اسمه أنا حر مع أمر الله، إنما أنا عبد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أما أن يروا أنهم صاروا آلهة زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فرأوا أنهم يفعلون ما يشاءون وليس للرب فيهم أمر ولا نهي، فهؤلاء ينسلخون من أمره وشرعته. هذا أصل هو أعظم من الذنب نفسه. ثم يظهر تأصيل للفحش، زنا وشذوذ ومثلية وخيانات زوجية، عمل سينمائي. ما لكم أنتم أيها الجهال؟ نحن لا نحتمل والله ظهور مثل هذا الخبث. فينا ما يكفينا من أسباب العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ذكر منها ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. كيف تستباح دور المسلمين وتحتل وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض؟ لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله، صاروا على ليبرالية، على علمانية، لا يلزمهم دين، لا يلزمهم شرع، ونحن ننظرهم لا نقول لهم اتقوا الله، لا تخرقوا السفينة، فإن لا نقوى على الغرق بمثل هذه الأحوال التي نحن عليها. أما يكفيكم الضيق والكروبات والفقر الذي حل بأكثر دور المسلمين؟ ما الذي تريدون فوق ما نحن فيه؟ والله ليس لنا إلا الله، لابد أن نرجع إليه، لا أن نحاربه، أن نفتقر إليه، لا أن نعطي ظهرنا له. قال الله: في قوم كانوا في رغد فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أم تروا إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ نكفر بنعم الله، صيرنا مسلمين بلا كسب، هذا شكر النعمة؟ أن نتبرأ من شرعتنا ثم تقولون هذه حريات؟ لا والله، قوم لوط أخذوا على أشد عقوبة، فلو كانت حرية ما أخذوا على مثل ذلك. وهذه ليست بعيدة منا. قال الله: وما هي من الظالمين ببعيد، ولن تقوم الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون خسف ومسخ وقذف، خسف ومسخ وقذف سيعود تارة أخرى. كيف يعود؟ دعاة إليه يدعوننا إلى النار، فمن أجابهم قذف فيها ولا ريب. فلابد أن يدافع عن هذه المعتقدات وعن هذا الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،
على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.